مباراة مهمة ويا الهلال، حتى لو لا سمح الله نتيجة مو جيدة انه ما يعني اغضب عليهم ولا جم غضبي على الكادر الفني او اللاعبين، لو فريق الهلال فريق مرعب، كذلك اقوى من المنتخب السعودي، فريق الهلال اقوى من اي والله فريق الهلال اقوى من يعني اتمنى لاعبين محترفين على مستوى عالمي، فاحنا نشد على ازرهم ان يظهرون بصوره صحيحه، واحمد صلاح يعرف يتعامل بواقعيه مع هكذا مباريات شاهدناها بالبطوله العربيه، كان واقعي وكان انسجام اللاعبين مع واجبات احمد صلاح مميز جدا. عندي مباراتين الوقت يداهمنا، النفط يحقق العلامه مميزه اليوم وحتى